بلغ عدد المتربصين بالنسبة للطور الابتدائي 84 متربصا، عدد المتربصين بالطور المتوسط 73 متربصا، وبلغ عدد المتربصين بالطور الثانوي 53 متربصا، حيث تم فتح مركزين على مستوى الولاية، المركز الأول ومركز البشير الإبراهيمي على مستوى الولاية ولاية جنيط، والمركز الثاني مركز تركي وانتميذي على مستوى بلدية برج الحوز. الهدف من هذه الدورة التكوينية زيادة الأداء الوظيفي للأساتذة المتربصين الجدد لتحييد معلوماتهم وتوجيههم بما يضمن تحقيق تحصيل دراسي جيد للتلاميذ.